نعم، إثارة ما قبل القمة وبعدها ستتحسر الجماهير العينوية على خسارة النقاط الذهبية في رحلة شاقة نحو الحفاظ على اللقب أمام الملك الشرجوي الحاسم في قراراته. الأعين توجهت نحو استاد راشد، وما هي إلا دقائق حتى قالها لوفانور شباب الأهلي دبي لن يخسر أمام المتصدر والوصيف في جولتين متتاليتين. وأخرى علوية في اللقطة الماضية. قمة مثيرة، وكايو البرازيلي لم يقدم الهدايا. حماس من المدرب الإسباني غاريدو في المهمة الثانية مع البنفسجي، وتشجيع من القائد مهند العنزي للرفاق، ولينهي الأخير مهمته على أكمل وجه أمام القناص لوفانور في هذه اللقطة. تبادل خليل ولوفانور الأدوار بحثا عن المزيد، والدقيقة 30 الأخرى والانتظار طال، والقائم ينقذ أصحاب الأرض من هدف ياباني محقق. خالد عيسى كان حاضرا في كل خرجاته. فقدت الأعصاب، والبديل الذهبي ورجل الجولة الماضية حسب جردة الصدى يدخل علّه يعيد السيناريو السابق. إثارة المباراة زادت عن حدها، وقائد الفريق مهند العنزي يخرج بصفراء ثانية. مهند ترك الأمانة في عنق دياكي البديل، وما هي إلا دقائق حتى سلم الأخير الشارع لمحمد عبد الرحمن بعد تدخله العنيف على لوفانور. خرج دياكي بالحمراء ولحقه لوفانور بداعي الإصابة، وخالد عيسى يرفض الأهداف، لكن أحمد خليل أرادها ليلة مختلفة فزاد الغلة برأسية جميلة وصور، وإن دلت فهي تدل على إثارة القمة التي انتهت أخيرا. رضي صلاح، صدى الملاعب.